انتخابات نقابة الصحفيين العراقيين بدورتها العشرين وسط إقبال كبير من قبل الصحفيين الذين توافدوا للإدلاء بأصواتهم من عموم المحافظات العراقية. جئنا اليوم من محافظة كربلاء المقدسة كأسرة صحفية في المدينة، جئنا اليوم إلى نقابة الصحفيين لننتخب الهيئة الإدارية الجديدة لنقابة الصحفيين. هي عين الديمقراطية، أتمنى من كل قلبي أن يحذو الإخوان السياسيين، حذو هؤلاء المثقفون اللي وقفوا وقف الشرف، واليوم حقيقة لا فرق بين هذا ولا ذاك، ولا هذا مذهب ولا ذاك. الانتخابات التي حضرها عدد من ممثلي النقابات الصحفية العربية والأجنبية وحشود كبيرة من الصحفيين العراقيين، أكد المرشحون لدورتها الجديدة على شفافية وسلامة إجراءاتها وحسن الإدارة والتنظيم رغم حضور آلاف الصحفيين. رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين جاء من لندن، أمين عام اتحاد الصحفيين العرب جاء من القاهرة، نقيب الصحفيين التونسيين، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، نقيب الصحفيين الأردنيين، رؤساء التحرير، مدراء تحرير جريدة الأهرام، جريدة الجمهورية، مستشار نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الحريات، هذه شخصيات مهمة تأتي للعراق في هذا الظرف. الذين يتحدثون عن بغداد بأن بغداد حرقت وأن بغداد سيدخلها الغزاة وسيدخلها الإرهابيون، هم جاءوا ليروا أن بغداد بخير وألف خير. هنالك تنظيم جيد للهيئة العامة من حيث انسيابية دخول الهيئة العامة وأيضا الحصول على بطاقات الترشيح، والأمور جارية بصورة جيدة. في ظرف استثنائي، في ظرف يختلف، في ظرف تحديات، يأكدون على أنه العراق لا زال يمتلك المثقف ويمتلك الصحفي ويمتلك الطريقة في التعبير وفي الانتخاب. ورغم أجواء الصيام وارتفاع درجات الحرارة وانتصاف النهار، استمر توافد الصحفيين على مقر النقابة لخوض العملية التي أشرفت عليها هيئة من القضاة لمراقبة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خرق قد يحصل. تنسيق اللي موجود هنا، مشكورين على الجهود المبذولة. أول ما يجينا لقينا سيارات تنتظرنا، أكو ترتيب استلام الاستمارة، ترتيب حسب الحروف. نتمنى اليوم نختار الشخص المناسب بالمكان المناسب وفق القانون وبإشراف من الهيئة القضائية. نعم قد يكون هناك اعتراضات، نحن نحقق بهذه الاعتراضات، والاعتراض اللي نجد بأن هناك مخالفة سنتخذ إجراء بخصوصها وعلى قدرها. منذ ساعة الصباح الأولى وحتى ساعة إعداد التقرير ما زال مقر نقابة الصحفيين يكتظ بأعضائه الذين جاءوا من عموم محافظات العراق لاختيار ممثليهم للدورة النقابية المقبلة. من نقابة الصحفيين في بغداد، إيمان بلال، الحرة.